شهيد الحي بإذن الله محمد مصطفى حسن شاهين. قبل 12 عاما سجل محمد مصطفى شاهين وأحمد عايد الفقيه هذه الوصية لينتقل بعدها من بلدة دورا جنوب الخليل إلى مستوطنة عطنائيل الإسرائيلية لتفجير نفسيهما في عملية فدائية أدت إلى مقتل 7 جنود إسرائيليين. إلي 12 سنة وأنا بعاني واستنى في يوم يعني إدني أشوفه فيه روي علي أشوفه أدفنه زي ما على الطريقة الإسلامية بمقبرة المسلمين مقبرة الشهداء اللي أزور قبره وأنا صابرة والحمد لله اليوم يعني فرح أنا بالنسبة لي فرح اليوم الحمد لله. جثمان شاهين جاء بعد انتزاع قرار قضائي من المحكمة العليا الإسرائيلية قامت به الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وثمن هذا الإنجاز الاتفاق على إعادة رفات 36 شهيدا إلى مسقط رأسهم. احنا باسترداد جثمان الشهيد محمد مصطفى الدربيع بنكون استلمنا 12 شهيد من دفعة 36، بيبقى عند الإسرائيليين حاليا 24 شهيد. بالنسبة للشهداء كاملين بنكون استلمنا 130 شهيد، بيبقى عند الإسرائيليين 280 شهيد، وبيبقى عندهم كمان 78 مفقود. حرب نفسية وحرب عصبية وكمان جرجرة وبهدلة وشحتلي، وأنا أتوجه لمن سيما شافوا خبط الجنود على التابوت على ظهر التابوت وهم يخبطوا عليه بينات. وهذا ما أكدت عليه قيادات فلسطينية أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء كرهاء ويجبر الشعب على التفريط بحقوقه مقابل استعادة الجثامين. المحتل يعتبر المفاوضات وسيلة لغطاء زمني كافي لاغتصاب كامل حقوقنا ولتنفيذ سياساته ولتغيير الطابع الحقيقي على الأرض. المفاوضات غير مجدية كانت وستبقى. وسيفرج الاحتلال عن جثامين الشهداء المتبقية على مراحل مختلفة، ما يؤجج من مشاعر الفلسطينيين، إلا أن وصية الشهيدان أن يدفنا معا تحققت أخيرا بعد مواراة رفات الفقيه الأسبوع الماضي ليلحق به اليوم رفيق دربه محمد شاهين. كلما مر الزمن يرى الفلسطينيون بأن عدد الأسرى ورفات الشهداء يزداد، وأن هذا الكابوس والجراح لن يلتئم إلا بانتهاء الاحتلال، وليس فقط بتوقيع اتفاق سلام أو إطار يبقى حبرا على ورق. من دورة جنوب الخليل، دعاء سيوري، تلفزيون وطن.